الدولة ولا غابة. احنا في دولة ولا غابة. بالروح بالدم نفديك يا اسلام. 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 يا إمام للتشويش ولا خايف على العيش. ولا خايف على العيش. يا إمام للتشويش. يا إمام للتشويش ولا خايف على العيش. ولا خايف على العيش. يا إمام للتشويش. يا إمام للتشويش ولا خايف على العيش. ولا خايف على العيش. زي ما العلماء الأزهر زي ما العلماء الأزهر زي ما العلماء الأزهر.
النصارى. اولا رسالة للعقلاء من النصارى الذين ايقنوا وعلموا ان دين الله سبحانه وتعالى هو الدين الحق وان الدين عند الله الاسلام. نقول لهم اما ايقنتم بعد كل ذلك ان الدين عند الله الاسلام؟ نسألهم سؤال ما الذي ثبت اخواتنا المسلمات على الحق كل هذه الفترة؟ ما الذي ثبتهن؟ كان بوسعهن ان يخرجوا على القنوات الفضائية ويقولوا لسنا مسلمات وعدنا الى الكنيسة مرة اخرى، انما هي شهادة التوحيد، شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. تلك الشهادة هي التي منعتهم من الاستسلام، تلك الشهادة التي كلنا في سبيلها، التي خلقنا الله من اجلها. ورسالة اخرى لهؤلاء الذين يخشون ان يسلموا، نقول لهم نحن اخوانكم اذا اسلمتم، نحن اخوانكم اذا دخلتم في دين الله سبحانه وتعالى، اذا وحدتم ربكم سبحانه وتعالى فتجدون من يدافع عنكم ومن يخرجكم من كنائس الصليبيين. ورسالة اخيرة الى شنودة وبشوي وزكريا بطرس وكل هؤلاء الملاعين، نقول لهم اسلموا تسلموا. نقول لهم انتم تعلمون جيدا ان الله سبحانه وتعالى رب واحد، تعلمون جيدا ان الله عز وجل قال قل هو الله واحد وانتم تقولون ثلاثة، تعلمون ان الله قال لم يلد ولم يولد وانتم قلتم اتخذ صاحبة ولد. نقول لهم الايام بيننا وبينكم يا عباد الصليب، لو انتم رجال قولوا لنا اين اخواتنا المسلمات، لو انتم رجال قولوا لنا اين اخواتنا المسلمات، وقسما بالله جدران كنائسكم سوف تاكلها اسناننا، جدران كنائسكم سوف تاكلها اسناننا. الله اكبر. يقول كلنا يا كامل يا همك همي، يا كامل يا همك همي، روحك روحي ودمك دمي، يا كامل يا همك همي، يا كامل يا همك همي، روحك روحي ودمك دمي، روحك ودمك دمي، كمليا أنت حرة وراء السدود، كمليا أنت حرة بتلك القيود، إذا كنت لله مستعصمة، فماذا يضيرك كيد العبيد، يا شنودة يا جبان، ليه بتتشطر عن النسوان، إحنا مش ساكتين، إحنا المسلمين، إحنا المسلمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شنودة عدو الله، وشنودة عدو الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شنودة عدو الله، وشنودة عدو الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شنودة الكلب عدو الله، وشنودة الكلب عدو الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بشوي الكلب عدو الله، بشوي الكلب عدو الله. نقول لضباط الامن، وقبل ان نوجه رساله لضباط الامن نعتذر للكلب لاننا شبهناه بهؤلاء الامجاد. فالكلب يسبح الله سبحانه وتعالى، الكلب يسبح ربه سبحانه وتعالى ويذكر ربه سبحانه وتعالى، وما من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. رساله لضباط الامن، انتم المفترض انكم مسلمون امثالنا، وانتم امن الدولة، تحافظون على امن الدولة للمسلمين وللنصارى لانهم يعيشون معنا ونحن نحميهم، انتم تحمونهم لانكم امن الدولة ونحن في بلد اسلامية، ونحن لا نطالب الا بتطبيق ما تسمونه دستور، نطالب بتطبيق المادة الثانية ان الاسلام هو المصدر الاول للتشريع. لا نقول شيئا خطأ، اننا ننادي بالافراج عن اخواتنا الاسيرات،
ننادي بتفتيش الكنائس والاديره التي تدخل اليها الاسلحه بكميات مهوله، انتم تعلمونها جيدا وتسمعون عنها ان كنتم لم تروها. انتم تعلمون جيدا انهم يحاصرون اخواتنا المسلمات في هذه الكنائس، تعلمون جيدا انهم هم الذين ردوا ونحن لسنا البادئين، نحن لسنا بغاة فتنه، انما جئنا لنطالب بحق اختي واختك ضابط الامن، انها اختك، انها اختك الموحده، انها اختك الموحده. وهؤلاء الشباب ما جاءوا حتى يعدوا لكم، وما جاءوا الا للافراج عن هذه الاسيره. اسمعوا هذا الكلام جيدا، اسمعوا هذا الكلام واعلموا ان كل واحد منا سوف يقف امام ربه سبحانه وتعالى بدون اشارات، بدون رتب، بدون ترقيات. كل واحد منا سوف يسأل وحيدا امام الله سبحانه وتعالى. فلتجهزوا لذلك السؤال جوابا، فلتجهزوا لذلك السؤال جوابا. يا كامل يا همك همي، يا كامل يا همك همي، روحك روحي ودمك دمي، روحك روحي ودمك دمي. يا ضابط امن الدولة، يا ضابط امن الدولة، روح وهات اختك من الدير، روح وهات اختك من الدير. يا ضابط امن الدولة، يا ضابط امن الدولة، اختك في الدير محبوسة، اختك في الدير محبوسة، روح وهاتها لاهلها تقعد معاهم، روح وهاتها لاهلها تقعد معاهم. احنا بنقولها بالعامية، بنقولها بنقولها لكل مسلم، لكل